زينب، موضوعنا كتير مهم اليوم، بهم كتير من الناس اللي عم تتابعنا، خصوصا اللي بيدخنوا رغم معرفتهم بمخاطر التدخين. اليوم بدنا نحكي عن مرض رئوي مزمن، هو الداء الرئوي الانسدادي، مشاكله، اسبابه، كيف فينا نعالجه، كيف فينا فعلا يمكن نتجنب الخطوره اللي ممكن يوصلنا الى، خصوصا عند كبار السن، مع الدكتور جان شاهين، اخصائي بامراض الصدريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يعني بدايه دكتور، خلينا نعرف شو هو الداء الرئوي الانسدادي او الساد. هلا هو بشكركم على الموضوع، كثير موضوع مهم، لانه الموضوع شائع الانتشار ومو كثير العالم سامعه باسم المرض بحد ذاته. هلا الداء الرئوي الانسدادي المزمن رح ناخذه من الاسم للتعريف، تمام؟ اول شيء هو الداء الرئوي، هو تقريبا صار مو داء رئوي، صار داء جهازي، لانه غير اثاره الرئويه صار له تاثيرات تقريبا على اغلب اجهزه الجسم، ممكن يعمل لنا تاثيرات على اغلب الاجهزه. الوقت اللي بيصير بيؤدي لاختلاطات، ممكن ياثر على كل الاجهزه. الانسدادي هو من الاسم انسدادي، بسبب انسداد غير عكوس في القصبات، تمام؟ هي الانسداد بيعيق دخول وخروج الهواء، فبيسبب عندنا تضيق ضيق النفس، بسبب عندنا نقص الاكسجين اللي بيصير عند المريض بالمراحل المتقدمه من المرض. المزمن هو اسم مزمن، مثل كل الامراض المزمنه هو مرض قابل للوقايه والعلاج، مثل كل الامراض المزمنه فينا نعمل له وقايه وعلاج، بس متى قلنا صار مزمن للاسف هو غير قابل للشفاء، غالبا غير قابل للشفاء. فاذا هو مرض جهازي له اثار، اثاره الاساسي قوي ولكن له تاثيرات جهازيه ثانيه، هو قابل للوقايه والعلاج، يتميز بانسداد بالطرق التنفسيه غير عكوس، غير عكوس يعني ما بيتراجع بشكل كامل على العلاج. يمكن كنا حكينا ببداية المقدمة، يمكن 90% من أسبابه هي التدخين، ويصاب فيه كبار يعني رغم المخاطر التدخين، بتلاقي فعلا في نسبة كتير كبيرة بتدخن للأسف وبالزياد. خلينا نحكي لكل المدخنين، يعني ايمت أنا فيني أعرف أنه صار معي هيدا الانسداد، كيف المشاكل مع البداية، ما وصل أنا لهي المرحلة الخطيرة وما أقدر أعالجها؟ تماما. هلا نحن مثل ما قلنا مرض مزمن، يعني يفضل ناخذ اساليب الوقايه قبل ما يصير المرض، لانه متى صار المرض رح نبلش بمرحله التدهور. طبعا فينا نخفف هذا التدهور بس ما فينا نقطعه بالمره. صحيح. تمام. السبب الاساسي لهذا المرض، السبب الاساسي 90% من الحالات هو التدخين، للاسف التدخين، وهو حاليا في ازدياد. على حسب تصنيف منظمه الصحه العالميه، هذا المرض للاسف هو ثالث سبب للوفاة عالميا، تصنيف ثالث سبب للوفاة عالميا، بالإضافة لآثاره المدمرة، تعطيل عن العمل، تأثير على اقتصادات البلد بسبب أنه الأدوية اللي بيحتاجها المريض، العناية بالإشغال المفيد اللي بيحتاجها المريض، اللي هو دائما بنشوفه في فترة الشتاء وقت المريض بيصير عنده تدهور بحالته نتيجة أي إنتان تنفسي، تمام؟ فالسبب الأساسي هو التدخين. طبعا في أسباب أخرى اللي هي ممكن تكون التلوث البيئي، اللي بيشتغلوا بالزيوت العطرية وبالفحم الحجري كمان بيصير عندهم هيك شيء. في عنا أسباب 5% من الحالات بتكون بسبب ربو غير معالج بشكل جيد، فبيتحول لتقريبا لانسداد غير عكوس. هو الربو انسداد عكوس، يعني إذا أعطيتي موسع قصبي بتفتح القصبات، أما بس يصير سوء بالعلاج أو عدم علاج فبيتحول لداء رئوي ساد مزمن غير قابل للعكس. وفي سبب نادر او قليل كثير هو عوازب خميره من خمار اسمها الفا 1 انتي تريبسين، بتسبب النفاخ الرئوي عند الاعمار الشابه، يعني بعمر العشرينات والثلاثينات، هو عوز هي الخميره بسبب وراثي طبعا، بسبب هذا الشيء. طبعا هذا المرض بشكل عام بيصيب الاعمار مو المتقدمه، بيصيب الاعمار المتوسطه، عموما سن البدء 40 45 سنه. هدول المرضى، اي مريض مدخن بهذا السن فوق ال 40 45 سنه ببلش عنده سعال مع قشع صباحي، اللي هو بنقول له التهاب قصبات مزمن، سعال مع قشع صباحي لمده 3 شهور متواصله او متقطعه لمدتين متتاليتين، فهذا المريض نعتبره التهاب قصبات مزمن، فهو مؤهب ليصير عنده انسداد رئوي، يعني داء رئوي انسدادي مزمن. بس يبلش عند هذا المريض اعراض ضيق التنفس، فنحن دخلنا بتعريف الداء الرئوي الانسدادي المزمن. لازم يعمل المريض استقصاءات،
مشان التشخيص، مشان نقدم له شو فينا نقدم من علاجات. نعم دكتورة، لأنت ذكرت أعراض يمكن بيعاني منها فعلا كل المدخنين، والقشعة الصباحي والسعلة اللي بنضل بنسمعها، لكن هل في أعراض تانية لا إذا تقدم المرض أو تطور بهي إنه ممكن يكشفها المريض ما هيك يتهاون فيها؟ تمام. هلا التطورات المرض ببلش نحن مثل ما قلنا سعال وقشع صباحي طبعا مو موجود عند الكل، لانه عندنا تقريبا شكلين من المرض، في شكل يتميز بالسعال والقشع الصباحي بعدين بيتطور لضيق التنفس بيتطور للقصور التنفسي، وفي نوع اسمه النفاخ الرئوي الانفيسيما. النفاخ الرئوي هو مميز بالسعال والقشع الصباحي، فورا ببلش العامل الاساسي فيه هو ضيق التنفس. تمام. فنحن المرضى بيتطور عنده المرض من سعال وقشع الصباحي اللي هو مثل ما قلتي موجود عند اغلب المدخنين مو عند الكل، سعال وقشع صباحي. تمام. بعدين بيتطور لاعراض ضيق تنفس، حس ضيق بالصدر، ببلش بيتطور عنده لنقص بالاكسجين، لزرقه بالاطراف، زرقه بالشفاه. طبعا ضيق التنفس بيتطور تدريجيا وليس بشكل مفاجئ، يعني المريض بيجي لعنا المريض ضايق نفسه بس بيقول لك انا عادي مو ضايق نفسي صار لي زمان على هذا الوضع، فهو متحمل هذا الوضع. نعم. يعني المريض ببلش ضيق التنفس من الجهد الشديد، بيقول لك اول شيء ما كان فيني اطلع درج، بطلت فيني اطلع درج، بعدين شوي شوي بيصير ما عاد في حتى اداء واجباته اليوميه، ما عاد في عمل، حتى الروح على الشغل بتصير صعبه، لحتى اخر شيء تطور لضيق تنفس على الراحه، يعني هو مرتاح ما عاد في ياخذ نفس. بتطور طبعا للقصور التنفسي المزمن بحاجه لاكسجين، بعدين تطور لشيء اسمه القلب الرئوي اللي هو بنسميه قصور قلب ايمن، اللي هي عم نقول لكم انه بياثر تقريبا على اغلب اجهزه الجسم للاسف. بتطور لوزمات، بتطور لوضع طبعا صحي غير بيؤدي للوفاه غالبا اذا تطور لهي المرحله. طيب دكتور، لحتى ما يتطور هذا المرض لهي المرحله شو هي الوقايه؟ هلا اغلب الناس بتقول لك انا ما فيني اوقف تدخين. تمام. بس في يمكن نقول نخفف تدخين الارجيله بشكل كبير، تلاقي الناس هلا عم شوف للاسف حتى باعمار جدا صغيره، الوقايه نوعا ما لحتى ما وصل لهي المرحله او ما انصاب حتى المضرر، بس لا يعني اغلب الناس بتدخن احتمال اكبر انه تنصاب بهيدا المرحله. طبعا برجع بقول لكم مو بيقول لك شخص مثلا فلان صار عمره 90 سنه وبيدخن اكثر مني وما صار عنده شيء. طبعا مو كل المدخنين رح يصير عندهم هذا المرض، في شيء اسمه استعداد وراثي عند الشخص غير شخص ثاني. في عالم بتدخن 5 باكيتات باليوم ولفتره طويله، انا ما عم شجع على التدخين بس طبعا التدخين بيتعلق بالمده وبيتعلق بالكميه. يعني درجه ازيه التدخين بيدخن باكيتين لمده 30 سنه يعدل بيدخن باكيت لمده 60 سنه. صحيح. تقريبا نفس الاثر على القصبات، بيختلف حسب الاستعداد الوراثي انه ممكن يطور انسداد رئوي لو ممكن يطور. طبعا غير اثره نعرف غير الاثر الرئوي في عندنا اثار قلبيه، اثار على الشرايين، اثار على بيعمل سرطانات غير شيء. تمام. هلا الوقايه بشكل اساسي هو اي مرحله بنكشف فيها المريض عنده داء رئوي انسدادي مزمن، الاساس هو ايقاف التدخين. ايقاف التدخين بيقول لك المريض بده يخفف، طبعا بخفف بس بده يرجع يدخن نظامي. فنحن باي مرحله بنكشف فيها المرض الاساس هو ايقاف التدخين، لانه ثبت انه ايقاف التدخين باي مرحله من مراحل المرض بيوقف تدهور السريع. مثلا المريض بده يتدهور خلال سنه، ممكن يتدهور حالته خلال 5 سنين. تمام. طبعا التدخين هذا بيشمل تدخين السيجاره، تدخين الارجيله، تدخين السيجار، تدخين البايب اللي بيقولوا له هذا الغليون شائع برا اكثر مننا طبعا، وفي شيء اسمه للاسف في اسمه التدخين السلبي، يعني شخص طبعا هو اقل من غيره بس شخص قاعد بجو مدخنين على طول فهو يعتبر تاثير تدخين. نعم. عليه. فالاساس هو ايقاف التدخين بالاضافه لعلاجات اخرى بنقدمها للمريض، بالاضافه لدعمنا، بالاضافه اذا احتاج دعم اكسجين، بالاضافه ل إعادة تأهيل رئوي. نعم دكتور، يعني ممكن مريض داء الرئة الانسدادي يحتاج لأكسجة أو يحتاج لزرع مثلا رئة بالمستقبل، يعني عمل جراحي ولا رح يكون العلاج دوائي بحت أو أعشاب؟ تمام. هلا داء الرئوي الانسدادي المزمن مثل ما قلنا الأعراض بس يشك فيها المريض مفروض نسبة هذا التشخيص عن طريق ممكن نعمل صورة صدر بسيطة اللي هي ما بتأكد التشخيص بس تنفيلنا الأسباب الثانية. التشخيص الاساسي ما راح يطيل كثير، التشخيص الاساسي هو باختبار وظائف الرئه بتبين افه ساده بالقصبات. فنحن بس شخصنا المرض مفروض نحدد درجه المرض. درجه المرض حسب التصنيف، نحن بنعتمد حسب تصنيف عالمي اسمه تصنيف الجولد. تمام. بيعتمد على وظائف الرئه اللي عملناها وبيعتمد على الهجمات الرئويه اللي عم تصير عند المريض اللي عم تسبب له دخول المشفى،
والثالثة على أعضاء المريض، فنحن منصنف المريض لأربع درجات A B C D حسب درجة المريض. طبعا الA هو أخف الأعراض وأخف الاختلاطات، لا D اللي هو أسوأ الأعراض. تطور المرض من الA للD بيتطور مثل ما قلنا من ضيق نفس بسيط مع أكسجي طبيعي مع ممارسة حياة يومية لا يوصل لمرحلة ضيق نفس شديد مع نقص بالأكسجين. طبعا مو كل المرضى بيصير عندهم نقص أكسجين، بس بالمراحل المتقدمة مع عدم إيقاف التدخين مع عدم أخذ العلاج اللازم اللي هو بالموسعات القصبية، تمام، نحن متوقعين أنه المريض يتطور لقصور تنفسي مزمن وحاجة للأكسجين. الأكسجين هو إذا في قصور تنفسي فهو المثبت أنه هو العلاج الوحيد الممكن يطيل حياة المريض. علاج بالأكسجين مع إيقاف التدخين هو العلاج الوحيد الممكن يسبب إطالة للحياة. أما العلاج بالموسعات القصبية فهي بتحسن أعراض المريض، بتحسن نوعيات المريض، بتحسن بتخفف دخول المريض للمشفى وبتخفف له الهجمات الرئوية، بس يعني صراحة مو مثبت انه بتطول حياة المريض. الأساس هو العلاج بالأكسجين والعلاج وإيقاف التدخين. ذكرتي العلاج بالأعشاب مذكور، يعني بتعرف العامي انه هذا بنعرف كلنا الأعشاب بتفيد الجهاز الهضمي بتفيد الجهاز التنفسي. طبعا هي اذا بدنا نعتمد على الأعشاب فبدنا نعتمد على علاج مساعد وليس علاج علاج يعني أساسي. علاج داعم. بيسكروا الزعتر البري، بيسكروا الزوفة، بيسكروا العسل مع المي مع الحامض، كلها مفيدة بتساعد بإخراج البلغم بتساعد بالهذاك، بس طبعا مو هي العلاج الأساسي. نعم. ولا في إثبات علمي واضح إنه ممكن نستخدمها لحالها. طيب دكتور بالختام خلينا نوجه بعض النصائح لكل المدخنين للحفاظ فعلا على صحتهم وعدم تدهور جهازهم التنفسي، لأنه مثل ما بنعرف رغم كل مخاطر التدخين للأسف بزياد يعني بشكل مستمر. تمام. هلا مثل ما قلنا السبب الاساسي هو التدخين، فمفروض نحن اذا بدنا نعمل وقايه صح مفروض نعمل ايقاف للتدخين، التدخين بكل انواعه. طبعا نحن يعني مفروض نتبع حياه صحيه تكسب صحتك، تغذيه جيده، يعني ممارسه الرياضه، استنشاق الهواء النقي، هدول كوقايه من الاصابه. صارت الاصابه نحن مفروض نحن نقدم له نصائح للمريض ايقاف التدخين، لانه باي مرحله من مراحل المرض نحن وقفنا تدخين مثل ما قلنا بنخفف تدهور المرض ونخليه يتبع حياه صحيه سليمه، بالاضافه للعلاج بالموسعات القصبيه اللي هي عباره عن بخاخات، تمام، حسب درجه المرض نستخدم هي البخاخات، حسب تصنيفنا للمرض نستخدم هي البخاخات. ننصح المريض ياخذ لقاح الانفلونزا السنوي اللي هو لقاح القريب من له السنوي، لانه بيخفف لنا الهجمات، بيخفف لنا الانتانات اللي هي العامل الاساسي بتدهور وضع المريض. كل ما دخل المريض بحاله هجمي كل ما تدهور وضعه اكثر، صار التدهور سريع، فنحن بننصحه باخذ لقاح الانفلونزا ولقاح المكورات الرئويه. النصائح الثانيه هي نتبع نظام مع طبيبه من العلاج للعلاج السلوكي لإعادة التأهيل الرئوي بتمارين التنفس اللي هي ممكن تساعدنا في حال الحاجة للأكسجين، فنحن لازم نحط أكسجين على الأقل. نقول للمريض إذا في قصور تنفسي مزمن على الأقل 16 ساعة باليوم لازم يحط الأكسجين، اللي هي بتعملنا وقاية من احمرار الدم، بتعملنا وقاية من شيء اسمه القلب الرئوي اللي هو بيصير عنده قصور قلب أيمن للمريض بيتطور بيؤدي لتدهور الوضع بشكل عام، بيؤدي لوزمات، بيؤدي لزيادة ضيق النفس عنده، بيؤدي طبعا بيأثر على نوعية حياته جدا. نعم. يعني نعم. نحن دكتور نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله نتمنى السلامة والصحة للجميع. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم دكتور جان شاهين أخصائي صدرية، بنتشكرك على وجودك معنا وبتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. طبعا. شكرا كثير لك. شكرا نور. بالختام نتمنى لك أول شيء يوم كتير حلو مع العيلة، وأكيد نتمنى نهار مليء